اوكي ستارت. السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اليوم تدعوكم مبادرة الباحثين السودانيين فرع علوم المختبرات الطبية لحضور بث مباشر بعنوان تحدياتي في منحة الدكتوراه في السلة الراوي. المقدمة طالبة الدكتوراه سليمة سبيل، دكتوراه بقسم المناعة جامعة كيب تاون، سفيرة الشباب السابق والجمعية الأمريكية للأحياء الدقيقة منذ الفترة 2017 إلى 2019، الحاصل على ماجستير بكالوريوس الأحياء الدقيقة كلية علوم المختبرات الطبية جامعة الخرطوم، البكالوريوس والماجستير. سوف تتناول في هذه المحاضرة طريقتها في التعامل مع المنح المخصصة للدرن والمعلومات عن بحثها الحالي في السل الراوي. فلتتقدم دكتورة سليمة، مشكورا وجزاك الله خير على المبادرة. السلام عليكم. في البداية شكرا جزيلا دكتور نادر وكل الجروب والناس المنظمين لليوم ده. أنا حابة أشكر دكتور نادر مش على الحاجات اللي شايفينها الناس بتسهر، لا، أنا بالفعل بشكر على الحاجات الخفية اللي ما بكونوا شايفينها الناس، وعلى الاجتهاد، وكمان يعني على كمية الاتصالات والمسجز اللي بيرسلها عشان الموضوع ده لحد ما يظهر لايف للجميع على الفيسبوك. So, as introduction about me, أنا جامعة الخرطوم بكالوريوس والماجستير الاثنين. اشتغلت تي اي، بعدين lecturer في جامعة ابن سينا كلية علوم المختبرات الطبية قسم الأحياء الدقيقة. في الوقت ذاك selected by American Society for Microbiology to be the young ambassador in Sudan. بعد سنة also selected to be the young leader circle Africa. ما كانوا بيختاروا من كل غارة شخص واحد يكون ممثل للغارة دي، شوف يناقش مواضيع مع كل الـ Young Ambassadors الموجودين في الغارة. في نفس الزمن ذاك الـ American Society for Microbiology اختارتني لأنه أكون Woman in Science Monitor، وهو زي كامب كده بيدعمل to support الـ female، وهو بيكون funded by OST، ونحن كلنا طبعاً عارفين OST هي الـ Organization for Women in Science for the developing، وبرضو بي supported by Girls Up. Girls Up دي بتكون للتينيجر لحد grade 12. آخر حاجة PhD candidate في UCT University of Cape Town، belong to Frank Brombacha Group، هو المحل اللي بيوفر لي ال biosafety level 1. برضو أنا member في ال ICGEB اللي هي ال International Center for Genetic Engineering and Biotechnology، وده المحل اللي بيوفر لي ال biosafety level 2. Also I'm member in Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine هي ال IDM، وده المحل اللي بيوفر لي ال biosafety level 3. So let's make the study abroad simple. طيب كيف نحن هنعمل الحاجة دي؟ يا جماعة الدولار في السودان حسي عالياً عامل كم بعد ما الدولار عام وغرق؟ طيب عشان ببساطة نحن محتاجين to study abroad لأنه هو بيوفر لنا top quality education، ودي الحاجة نحن ممكن نكون شوية فقدناها في السودان في الوقت الحالي بسبب الـ sanctions والـ bans الفرضها أمريكا علينا، فده السبب يخلينا نحن نفتش عليه study outside في top quality universities. كمان إحنا محتاجين برضو to study abroad عشان for career opportunity، لأنه بما إن إحنا قرينا في top quality education فبيجت فرصنا حتى يعني I mean international، هي opportunities على المستوى international مش على مستوى السودان بس، هو بيزيد الفرصة بتاعتنا also improve our career prospect. برضو الحاجة الثالثة إحنا محتاجين to study outside لأنه هي good experience to exposed to different culture، ممكن نعمل new friends for social، وهي برضو for international traveling لأنه إحنا كده نقدر نستكشف العالم الخارجي حولنا عامل كيف، و also to become independent. طبعا إحنا في السودان باعتبارنا يعني ناس social جدا،
معتمدين على العيلة في كل حاجة، في شخص من العيلة بيوفر لنا أي شيء. فأنت when you study outside فبالفعل بتغدر قيمة العيلة في الأول، وبتعرف إنه تكون معتمد على نفسك، وده موضوع أنا أتوقع إنه هو صعب جدا يعني. طيب عشان نحقق الحاجات دي كلها محتاجين to prepare ourselves to apply for a scholarship. How could we do that? أول حاجة we need to build our CV professionally. وإن نعمل بطريقة professional، وإن نعمل strong CV. طيب strong CV ده أنا ما قصد به إنه أنت تكون أول الدفعة، لا طبعاً بالتأكيد هي صح المنافسة بتكون على أشدها وأي حاجة، لكن at least يعني نخلي الديتيلز بتاعتنا ما فيها ملاحق، at least كده بنكون إحنا في safe side شوية. بنحاول باجتهاد نعمل الحاجة دي، وأتوقع إنه كل شخص فينا لو هو كان reviewer في committee بتاع scholarship، لو جاه طالب شايل مواد كتيرة أكيد ما حيختاره، لأنه حيحس إنه طالما إنه هو ما قادر يعمل الحاجة دي فدفنتلي ما حيقدر يواصل لقدام. عشان نغنيه أتليست ما يكون عندنا ملاحق. وغير كده أنا ممكن تبلد CV بتاعي بأنه أنا يكون عندي كمية من الكورسيز. الكورسيز دي ممكن تكون أونلاين، ممكن تكون أوفلاين. محتاج شوية في الأول عشان تبلد CV ده، محتاج أدفع شوية على روحي واستثمر فيها يعني. ممكن برضو نحن يعني to check the opportunity on university's website على طول، بحيث إنه مرات بيكون في حاجات بتظهر. يعني ممكن نعمل subscribe في scholarship position.com، أتوقع إنه معظم الناس عاملين فيها subscription في الحاجة في ال website ده، وهو بيدينا كمية كبيرة من ال scholarships اللي بتكون موجودة. ممكن إذا أنا عندي university معينة مخصصة بعينها أتابع الويب سايت بتاعي إذا هم منزلين سكولارشيب معينة. ممكن تاني أنا أبحث عن سكولارشيب باي بروجرام معين، يعني بالنسبة لنا إحنا باي ميديكال ساينس بالتخصص بتاعنا مايكروبيولوجي هيماتولوجي whatever. وممكن بالتوبيك، ودي الحاجة أنا كنت بعملها، إنه أنا بحاول أفتش على سكولارشيب لتوبيك معين which is MTB ولا TB ولا يعني حاجة specific في tuberculosis. ممكن ودي الحاجة اللي بجد بتكون مفيدة جدا، إنه إحنا to ask someone to check or correct our application before قبل ما نعمل له submit. محتاجين لي someone، وأنا طبعا كنت أنا يعني بفضل الخيار الأفضل هو إن أنا أشوف لي someone يكون native speaker. ليه؟ لأنه مهما إحنا اجتهدنا هم أكيد يعني هم حيصلحوا لنا ويعدلوا لنا بطريقة كويسة جدا للابليكيشن بتاعي. في الحاجة دي أنا حقيقة يعني هحكي لكم قصتي في الكوركشن للابليكيشن. أنا كان عندي واحدة صاحبتي أسترالية يعني بس الغدر لما نبيها اسمها كريستا وايز. الفكرة إن إحنا نحاول نعمل أصحاب، يعني إذا كان أونلاين ولا أوفلاين هم يكونوا نيتيف سبيكر يساعدونا ويعمل لنا كوركشن للأبليكيشن بتاعتنا قبل ما نعمل لها سبميت. فكانت كريستا وايز دي يعني بس يعني عزمتها على عزومة كده بسيطة بتاعت سودانيس دونتس لجيمات مع كوباية بتاعت لبن، وحكيت لها عن السودانيس دونتس، وفي النهاية قلت لها أنا عاوزة إيميل عشان تساعديني. بالفعل ادتني الإيميل بتاعها. فقبل الأبليكيشن ديتلاين بأسبوع بقوم برسل لها، بقول لها يعني كيك الحاجات دي، بقول لها أنا عندي 5 days. هي بتحاول ترسل لي، طبعا هي أكيد ما فاضي لي فبديها زمن يعني عشان تعمل الحاجة دي. ممكن ترسل لي في خلال 3 أيام 4 أيام، وأنا بكون عندي شوية زمن بقدر يعني أضبط فيه الحاجات وأقدر أرفع بارتياح. في النهاية أكيد طبعا هرسل لها thank you later عشان لما نحتاج لها المرة الجاية ألاقيها. time management ده طبعا مشكلة بتواجهنا نحن كلنا كسودانيين بما فيهم أنا. كان عندنا مشكلة وأنا عندي كان مشكلة عويصة بالفعل. طيب بيكون عارفين إحنا الديدلاين إحنا بيكون عارفينه فين، لكن بنكسل خاصة إذا نحن
يعني مقدمين لدولة، يعني لو افترضنا يعني مثلا أمريكا وعارفين فرق التوقيت بيناتنا كبير، فبنقوم نكسل أوكي طيب أجهز حاجاتي وهخلي السبميت بتاعي لآخر يوم. آخر يوم يجي اللابتوب فجأة ما يقوم يشتغل كويس، ما تعرف المشكلة شنو، الفلاش ما يقرأ معك كويس، تفتش لابتوب تاني تلقى ناس يعني تلقى بطاريته ما شغالة، ناس الكهرباء يقطعوا الكهرباء، ناس زين يقصدوك في اليوم ذاك والشبكة تكون في الواطة. يعني بتحصل كمية كده من الكومبليكيشنز في اليوم ذاك، وبتضطر انه انت ما تعمل سبميت في حين انه حاجاتك جاهزة. طيب من الاول لو استهدينا كده وعملنا سبميت قبل يومين بنكون في السيف سايد، بنكون ريحنا راسنا. اخر حاجة، you don't have to give up. كل مرة تحاول تعمل application application to apply 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 وما تجيف نهائي لحد ما تلقى الحاجة اللي انت مناسبة بالنسبة لك. في النهاية أكيد يعني هتلقى التارجت بتاعك definitely. طيب أنا هحكي لكم شوية عن أول scholarship أنا قدمت ليها، وهي كانت Fulbright scholarship. طبعا هي الفول برايت سكولرشيب مقدمه من السفاره الامريكيه. بديت فيها وفتحت الداشبورد بتاعي تقريبا، يعني انا فاتحه لمده بتاعت اسبوعين، وده طبعا طويل جدا. كل سؤال كان بياخد مني ممكن يوم يومين، لانه كنت بالفعل نايف جدا وما عندي someone to guide me وما عارفه اعمل شنو. فالسؤال ممكن يكون عادي، لكن انا عشان اجاوب عليه هقعد أقرأ وأقرأ وأقرأ كمية من الحاجات يوم يومين ثلاثة أيام عشان أحاول أضبط لي حاجة تكون معقولة الأقل، يعني ترضيني أنا، خليك من ناس الكوميتي. وما في زول كان ممكن أعتمد عليه، يعني كان في تخبط واضح يمين شمال يمين شمال، لحتى ما في النهاية الحمد لله عملت صبمت للأبليكيشن بتاعي. أخذت كم يوم، فجأة إيميل منهم يهبين selected or your proposal have been selected by Fulbright scholarship. طبعا في اللحظة دي بجد حسيت بالإنجاز العظيم جدا جدا. ليه؟ لأنه proposal بتاعي ده حقيقة ما شافوا لي، يعني ما شافوا، ما في زول صححوا لي، ما كان عندي الوقت داك supervisor يعني ليه هو اللي يصححوا لي ولا يقول لي ده صح ده غلط. حسيت بالإنجاز في اللحظة دي بجد يعني. وهم في الوقت ده طلبوا مني أنا أختار الزمن المعين اللي ممكن هم يعملوا لي فيه انترفيو بعد. فأوكي قلت اخترت الزمن، اخترت الصباح بدري، اخترت الزمن على الساعة 8 صباحا تقريبا. وهنا عاوز أحكي لكم حاجة، يعني لما يكون عندك انترفيو وانت قاعد في البيت، كلم ناس البيت كلهم إنه يتبعوا كل إجراءات الصمت المطلوبة عشان انت تقدر تسمع بطريقة كويسة. ما تكلم واحد شخص وشخصين في البيت وتخلي البقية، لا لا لا، كلمهم كلهم. فعادي ممكن واحد يفتح خلاطة، يفتح موتور، يعني بتحس إنه أنت خلاص طشيت شبكة وما قادر تركز كويس في الكلام اللي بيتقال لك، تضطر تقول باردون أو سوري ولا يعيدوا لك السؤال. ودي حاجة يعني ممكن أنت تطلبها، لكن يعني نهيئ الحتة الكويسة قبل ما نبدأ الانترفيو. حقيقة دخلت الانترفيو ده وأنا أصلاً ما عارفة أنا ممكن، يعني هو الانترفيو بيكون فيه يا سؤال أنا ما أعرفه، الأسئلة نوع شنو ما عندي فكرة عنها، أسأل منه ما بعرف ليه زول مرة بالحاجة دي، أسأله يوريني أنا أعمل شنو. فتوكلت وأنا ما جاهزة يعني، لكن دخلت الانترفيو ده. فسألوني كمية من الأسئلة، كنت بجاوب 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 لحد ما سألتني سؤال كده في النهاية، قالت لي what America can do for you. What America can do for you. أنا بالنسبة لي السؤال ده كان تريكي، فما بقيت عارفة إنه أنا أجاوب السؤال ده، يعني What America can do for my research ولا What America can do for me as a personal development ولا، ما بقيت عارفة أجاوب. المهم شكلي أنا شدت أصلاً غلط، وأنا كنت يعني بعد ما سألتني السؤال ده تاني ما سألتني أي سؤال، بس شكرتني أوكي أنتظر الريسبونس بتاعه وكده. وأنا كنت عارفة يعني إنه ما حيختاروني، ما الموضوع ما حيمشي لقدام. لكن في الوقت ده كانت هي اسمها ويليام لورين I think، أيوه yes ويليام لورين، هي كانت ال Educational Affairs of USA MPC in Sudan. فتصلت رسلت لنا إيميلز بعد زمن إنه
يعني هي ما وردنا إحنا not selected ولا حاجة، لكن بس وضحت لنا، قالت لنا إحنا هتدخلوا في بروجرام اسمه competitive graduate club، وهو الفكرة بتاعت البرنامج ده إنه بيساعدنا عشان نتأهل بحيث نكون بنعرف كيف نرسل لسوبرفايزرز، كيف to contact them، كيف تعمل hunting لgood scholarship، الخطوات شنو بطريقة systematic أكتر لأنه إحنا ما كنا عارفين المواضيع دي كلها. فكانت بجد يعني guide، يعني she guide us يعني بالفعل لحد ما نلقى good scholarship. فمن الحاجات اللي طلعت بيها في الزمن ذاك من عندها، هي كانت منظمة جدا، فكانت بتدينا جدول. حقيقة أنا لابتوبي غيرته فقدرت أتذكره، دي الحاجات اللي خدتها. طيب تاخد الويب سايت أو اللي أنت لقيت فيه الحاجة اللي أنت عاوزها، عشان ما كل مرة تضطر ترجع للهيستوري بتاعك في الإيميل ولا غيره عشان تجيب الحاجات دي. تكتب اسم اليونيفرسيتي، تكتب البروجرام اللي أنت عاوز، البروجرام اللي أنت عاوز في اليونيفرسيتي دي، ممكن يكون عندك more than one program في اليونيفرسيتي الواحدة أنت interested فيهم، ولا هم يعني لقيت إنه هم fit you. بعدين أكتب الأكاديميك ريكويرمنت بتاعت كل بروجرام، إذا كان TOEFL، IELTS، GRE، whatever نوعه أخذتهم. بعدين الscholarship requirement، كل scholarship عندها حاجات مختلفة، ممكن personal statement، cover letter ولا whatever، أو reference letter 2-3. ممكن يطلبوا منك proposal في scholarship ما بتطلب، ممكن يكون عندهم عدد معين من publication، ممكن يكون عندهم خاصة الناس البيانفورمات الحاجات دي يطلبوا منك في Java، في بلاس، تكون بتعرف تشتغل في لينكس والحاجات دي. الديدلاين بتاع كل scholarship عشان حاجات تكون منظمة عندي. بعدين إذا في contacts في الجامعة المعينة دي، بحيث إذا كان supervisors ولا غيره، بحيث إنهم أكتب أسماءهم والإيميل بتاعتهم أقدر أتواصل معهم في الفترة دي. فتخيل لي الجدول ده هو كان نظمنا جدا. في الأول بتعمل، ممكن يكون عندك كمية كبيرة من اليونيفرسيتيز، أخذ يومين خلص الحاجة دي، كل كم يوم ممكن تتخلص عددهم لحد ما تلقى إنه عندك إنها تارجت خمسة ولا أقل من كده، وده اللي أنت ممكن تتواصل معهم. في الفكرة بتاعت الكونتاكت مع سوبرفايزرز، هي طبعا البروتوكول بيقول إنه you don't have to contact more than one supervisor in one في الجامعة الواحدة. أنا حقيقة ما كنت شغالة بالبروتوكول ده، كنت عادي ممكن contact more than one supervisors في نفس الحتة. يعني فرضا UCT في كمية من البروجرامز، كمية من TV groups، فكنت بكتب كل جروب، كل supervisor بتاع جروب إيميله بشتغل في شنو، البابليكيشن بتاعته. الابليكيشن بتاعته دي كمان من الحاجات المهمة جدا، ان انت لما تيجي تكتب ايميل لسوبرفايزر التريكس ده لازم تخطي في بالك. اكتب الاسم بتاع السوبرفايزر، شوف كل الابليكيشن حقته. طبعا ما هقول لكم اقروها كلها لانه الموضوع بيبقى صعب جدا، لكن في تايتل كده بيكون ظريف، انت حسيت انه او الواحد بيكون حاسس انه التايتل ده يعني ممكن يكون هبشه في حتة، فبيقوم يقرا الابستراكت بتاع البيبرز المنشورة دي. أول ما يعمل كونتاكت مع السوبرفايزر لازم يوري إنه هو قرأ حاجاته. يعني أنا بعرفك بطريقة كويسة بحيث إنه أنا متابعك ومتابع الابليكيشن حقتك وعارف أنت بتعمل في شنو، وتديه كومنت على الابستراكت اللي أنت قريته. طبعاً في اللحظة دي هو بحس إنه someone follow me، يعني فدي حاجة كويسة. هي فولبرايت وأنا ما أخذتها، لكن تعلمت منها كثير جدا جدا. بعد ذاك أكيد كان عندي كمية من البريفيوس أتم المذكراهم منهم، إن أنا قدمت بلجيكا وقدمت إيطاليا وقدمت الصين وقدمت اليابان وقدمت تايوان. بالنسبة لليابان والصين وتايوان دي، أنت بتضطر إنك تعمل ميديكال ريبورت وتمشي الدكتور وتعمل كمية من الفحوصات عشان ترفع الابليكيشن، فالموضوع مكلف، يعني مكلف جهد ومال وطاقة في أي حاجة. وقدمت ساوث أفريقيا في جامعة اسمها تقريبا فيتس يونيفرسيتي في جوهانسبرج، ما لقيت قبول منها، هي كان برضو برنامج بتاع MTB. في تايوان لقيت قبول، لكن هو كان على MTB ذاتها،
هي ذات الشغل بتاع جيناتيك. وفي نفس الوقت ذاك كان لقيت الفرصة بتاعت يو سي تي. يو سي تي طبعا كانت كلينيكال ترايل, ودي بالنسبة لي يعني كانت good opportunity إنه أنا to participate to يعني إنه أنا أكون مشاركة في كلينيكال ترايل. كانت بتعني لي كثير جدا. ليه؟ لأنه أول كلينيكال ترايل يعني مغيمة جدا, غير كده بيفتح لك فرص كثيرة جدا اللي مسمينها الكلينيكال ريسيرش. والكلينيكال ريسيرش ده باعتباره يعني ناس رير جدا بتشغلهم الكومبانيز الفارماسيوتيكال كومبانيز, بتشغلهم اليونيفرسيتيز بيكون محتاجة ليهم. يعني الكلينيكال ريسيرش ده جوب مطلوب لأنه بالفعل ناس وسط. لحد ما لقيت الفند بتاعي اللي هو من EDCTB اللي هي European and Developing Countries Clinical Trial Partnership. طيب هديكم شوية كده بريف, هنمر على أنا شغالة في شنو في الوقت الحالي اللي هي Clinical Trial اللي أنا شغالة عليها. هو التايتل بتاع الحاجة اللي أنا شغالة عليها هي Preventative TB Relapse. هو نحن دارين to prove the concept اللي هو evaluation of atorvastatin therapy among treatment completion TB patients via macrophage antimicrobial responses and transcriptional profiling, and supervised by Rita Guller, co-supervised by Momin Osterg and Frederick Thiemann. So الفكرة بتاعتنا كلها a relapse disease or relapse TB. Relapse TB. لا شغل البوينتر. طيب relapse or recurrent TB infection هو بيتعرف at second or third episode of TB disease بيحصل due to reactivation of original infected strain. يعني البيشن بعد ما بقى كويس هو كان active infected, بعدين بقى لاتين لزمن طويل, بعدين فجأة ظهر عليه المرض الثاني. فالـ WHO قالت إنه 5 to 10% من اللاتين infection due to risk, a lot of risk factor like a genetic factor or HIV oral immunocompromise بيحصل لهم recurrent TB infection, بيرجع نفس الاسترين even the original strain. فالـ TB infection عنده high mortality rate يعني لما أقارنه بالبرايمري تي بي انفكشن. والدليل على كده إنه في كمية من الريفيوز اللي اتعملت, دي واحدة من البيبرز اللي اتنشرت عاملة ساكار ريفيو, هو لقوا إنه يعني previous pulmonary TB هو ريسك فاكتور لل chronic respiratory impairment. غير كده recurrent TB infection هو يساعد بطريقة كبيرة جدا في chronic obstructive pulmonary disease. وفي النهاية أثبتوا أو وجدوا إنه tuberculosis هو most important risk factor for chronic obstructive pulmonary disease, وطلعوا بحاجة اسمها tuberculosis obstructive pulmonary disease. في الريفيو بتاع ساكارداك هو شرح الميكانيزم اللي بتحصل والinvolvement بتاع ال small areas obstruction اللي بيكون فيها TB lesions. ف أول ما يحصل inflammation بلاحظ إنه الباثوي بتبقى نورو جدا, فالشاب بتاعه بتغير وبيبقى فيه كمية كبيرة من الاير بتكون قاعدة جوا. وأول ما تبقى نورو معناها دي sign بتاعت inflammation, plus بيحصل production للميوكس وده بيعمل cough. في النهاية بدينا tuberculosis obstructive pulmonary disease. في study عملت في South Africa لقوا إنه up to 50% من الأدلت اللي عمره أكثر من 40 سنة هم already كان عندهم history بتاع pulmonary tuberculosis, عندهم evidence or sign بتاع chronic obstructive pulmonary disease اللي هي كل الصحيح اللي أنا قلتها هنا دي. وفي كل الفايندينج في النهاية هي calls for strategy to address pulmonary impairment after TB to target immunological factor and reduce inflammation after TB. لأنه دي المشكلة, هو الانفلاميشن اللي بعد TB هو اللي ممكن يتسبب لنا في recurrent TB infection. So
استاتين as host directed therapy for TB. دي واحدة من ال result العميل الجروب بتاعي اللي هي الجولر ده اللي هو السوبرفايزر بتاعي. بسايت استاتين يعني هم لقوا إنه صح الاستاتين هو lipid lowering class or drug, لكن بسايت ال lowering cholesterol synthesis هو عنده ability إنه يعمل immuno modulatory effect to reduce the inflammation في الـ TB. فالصدي ده عملت على المايس, أخدوا بلاك 6 مايس عملوا infection بالـ TB. بعد 4 weeks أو 8 weeks ده جروب وده جروب مختلف, حاولوا يشوفوا كمية الانتشار الـ TB في الـ tissues في اللانج في السبلين بعد 4 أسابيع وبعد 8 أسابيع. فالواضح جدا إنه إذا ده كان الكنترول بتاعنا هم infected لكن not treated, they're infected and treated with simvastatin which is class of statin. This is when هم treated with rosuvastatin. فأكيد في reduction لكمية TB الموجودة في التشوز على مستوى اللنج والسبلين والليبر. برضو لقوا إنه نفس المايز دي لما جو أخذوا تشو سكشن من اللنج, هنا الانفلتريشن بتاع الانفلام انفلاماتوري سيلز في الكنترول كان دي كلها انفلاماتوري سيلز كان أقل when treated with simvastatin. في other studies also approved إنه using of statin as adjuvant therapy with TB could shorten treatment time. فدي دوتا studies هنا ده no drug, دي المايس without drug, دي المايس with first line only. هنا the time required to reduce number of bacteria in mice treated with first line plus statin. حاجات دي كلها كده في other study برضو from Silva Labatlo. هي برضو لقت إنه الستاتين بيزيد الريفامبيسين مايكوبكتيريا سايدل إفكت ويقلل البيابليتي تحت البكتيريا مالي مع الأتروفاستاتين اللي نحنا استعملناه. دي كلها خلتنا to encourage us to hypothesize that initiation of atorvastatin therapy لمدة 12 weeks after completion of first line anti-TB treatment here will improve the killing and effector immune responses of macrophages against persistent MTB strain in participants who had a sign of TB relapse by FDG PET CT scan. طيب هشرح الكلام ده ثاني. هي الفكرة إنه أنا أعمل treatment بالأتروفاستاتين لمدة 12 week ودو check الصايم بتاعت التي بي بالاف دي جي. الاف دي جي دي هو اختصار لفلورودايكسجلوكوز بسترن ايميشن توموغرافي كمبيوتر توموغرافي. هوريكم الحاجة دي شنو هي وليه احنا هنستعملها. طيب البسترن ايميشن الاف دي جي اللي هو احنا بندي البيشن فلوريسنت جلوكوز بعدين بندخل في جهاز اسمه البيت سي تي سكان. البيت سي تي سكان ده هو كده كولكشن بتاع ام ار اي على سي تي سكان على اكس راي على كميه من الحاجات. هو هايلي ادفانس عنده بريدكتيف فاليو. بريدكتيف فاليو بحيث انه بيقدر بيورينا الساينس بتاعت الانفلاميشن حتى قبل ما يظهر على البيشنت سيمتوم او ساين او اي حاجه هو ممكن يورينا الحاجه دي. ففي كمية من الداتا بتقول إنه يعني هو البريدكتيف فاليو أحسن من السبيوتم كلشر لأنه السبيوتم كلشر معتمد على numbers of basal line number of basal line موجودة في السبيوتم في الوقت ده وهو ممكن يعمل أساس للباثوفيسيولوجي بتاعت الـ MTB infection. برضه ممكن نعمل بيهم monitoring أو to follow up الـ patients. يعني هنا في البيز لاين ممكن نلاحظ إنه كمية الفلوريسنس بتاعت الجلوكوز كتيرة جداً بندي البيشن هو جلوكوز فلوريسن. الانفلاماتوري سيلز عندها الابيليتي تو كونسيوم مور جلوكوز وين كومبيرد ويز اذرز.
ليه؟ لأن لما يجي يحصل inflammation، لما يجي يحصل activation للسيلز بتستهلك كمية كبيرة من الطاقات وبتطلع كمية من النيتريك أكسايد. النيتريك أكسايد ده بيقوم بيعمل بريك داون للسينسيسيس بتاع الجلوكوز من الميتوكوندريا، ويخلي الجلوكوز يحصل له سينسيسيس من السيتوبلازم أولي. وبالطريقة دي يتبقى السيلز هي inflamed لكن محتاجة لكمية من الجلوكوز، فعشان عشان تعمل كومبنساتوري ميكانيزم بتستهلك كمية بتاع الجلوكوز من برا، لأنه الميتوكوندريال سينسيسيس بتاع الجلوكوز أوريدي وقفت. بعد 1 month لاحظوا إنه أوكي it's less الفلوريسنس. بعد 6 months of treatment just little fluorescence. طبعا الطريقة دي هي سيف جدا. ليه؟ لأنه نحن بندي البيشن كمية الفلوريدايكس جلوكوز حسب البودي ويت بتاعه وحسب السكس وحسب كمية الحاجات اللي بتتحسب على أساسها، بتتحسب الجرعة بعدين بتتأخر للبيشن هو. وبعدين الحاجة الكويسة إنه هو فاست تكنيك، يعني 10 دقائق البيشن بيدخل جوا الإسكان وبيطلع ونون إنفاسيف. So الصورة دي من الفيزيت بتاعت جولر تيم اللي هو أنا واحدة منهم للبيت سيتي سايد اللي هو اسمه كيوبيك سنتر، هو اختصار لكيب يونيفرسيتيز بودي ايميجينج سنتر. طبعا هو الوحيد الموجود في كيب تاون، في حتات تانية من ساوث افريقيا موجود فيها. ده هيخليني أوريكم الأوبجكتيف بتاعت الاستادي بتاعتي، واللي هي تكوانتيفاي ده إلي إندوزومال أنتيجين 1 راف 7 إلي إندوزومال أنتيجين 1 هو إندوزومال ماركرز، راف 7 هو لايتوزومال ماركر، لام 3 هو أوسو لايتوزومال ماركر، إل سي 3 بي هو أوتوفاجي ماركر، كاس فيس دي هو لايتوزومال ماركر. في الـ MTB infected MDM هي الماكروفاج دريفيتيف، هي المونوسايد دريفيتيف ماكروفاج. في اللحظة دي هنستعمل الليزر سكانينج كونفوكال مايكروسكوب وأغارن بين التو جروبس، الجروبس اللي استعمل الأترفاستاتين والجروب اللي استعمل البلاسيبو. Also to identify the bacterial killing capacity by calculating the colony forming unit in atorvastatin group or placebo group. وآخر حاجة to distinguish the transcriptional profiling among atorvastatin and placebo. وعشان كنا الميثود اللي هنستعملها هي الصدي بتاعتنا هي double blinded placebo control clinical trial phase 2. احنا ما هنكون عارفين ايه، يعني احنا بنعرف اوكي ده البيشن رقمه كده، لكن الراندوميزيشن بتاع انه هو ماخذ الاتروفاستاتين ولا ما ماخذها هنكون عندنا فكره عن الموضوع ده. التارجت بوبوليشن بتاعنا ان هم التي بي بيشن اوريدي كومبليتد فيرست لاين دراج ريجيمين وعندهم انكريز في الستاندرد ابتيك فاليو اللي قلت اجيب لك بتاع البيت سي تي سكان. بنعمل لهم انترفينشن للاتروفاستاتين 40 ملي جرام بير داي. Duration of intervention is 12 weeks and duration of follow-up is 24 weeks. طيب الاستدي فلو بتاعتنا بتبدأ بنعمل total screening لعدد كبير جدا، يعني الرقم ده كان اتخطى في الأول لكن احنا شكلنا هنصل لآلاف عشان نوصل للتارجت أو يعني patient يكون الإليجيبيليتي كريتيريا بتاعتهم مشافة لحاجة احنا طالبينها. بعدين بنعمل enrollment ل 210 بيدخلوا التي بي، بيدخلوا البيت سي تي سكان. إذا كان الستاندر أبتيك فاليو بتاعهم أقل من 200 ده بنديه بخليه في أرم A في اختبار كنترول external control. إذا كان أكثر من 200 معناه هو عنده sign of inflammation بيحصل له randomization either arm B or C. بنعمل لهم follow up كلهم وبناخد منهم samples through follow up ده كله. طيب في اللاب انا بتصني سامبل، بيصني البلود، بعمل isolation لل PBMCs، بعدين بطلع بعمل sorting للmonocyte using magnetic beads، بعمل differentiation للmonocyte لmacrophage خليها 7 أيام لحد ما تبقى active. بعدين بدأ اعمل لها انفكشن بالام تي بي اللي هي الجرين فلوريسنت بروتين، هي الام تي بي بتكون تاجت
مع فلوريسنت بروتين، بطلع منها السي اف يو، بحسب عدد البكتيريا بعد زمن معين. ده معمول لكل الجروبس، للاتورفاستاتين وللبلازيبو جروب. بعدين بعمل لها ستيننج لكل الماركرز اللي انا ذكرتها في الاول، وبستعمل الكونفوكال مايكروسكوب عشان تفيجوالايز الحاجات دي. بعدين بعمل اناليسيس للريزلت بتاعتي ب زاينس. سوف أوريكم جزء من الريزلت اللي أنا عملتها through the optimization. ده هنا for example ده الكاث بيس دي، ده هو واحد من اللايزوسومال ماركرز. ده هنا الجرين فلوريسنت بروتين دي، الدوتس بتاعت ال MTV. هنا ده التابي هو نيكولر ستين، يعني كل البلودي نيكليوس. الكاد دي ده هو الكاسب دين دي ذاته، ده الماركر بتاعي اللي أنا عاوز أحدده. هنا دي صورة ميرج بيعمل لي الجهاز لكل الحاجات دي مع بعض. كل واحد ده بيكون يعني بتتقسم الفلوريسنس الكونفوكال مايكروسكوب عنده 3 أو 4 ليزرز بيمز، كل واحدة بي يعني ريد بلو جرين، دي المين الثلاثة دي. ف يعني بنلعب على الألوان بحيث إنه الأحمر والأصفر هم في نفس الحتة، البلو والبنفسجي في نفس الحتة، الجرين في حتة برا. فصورة ميجي هندي هنا، حوريكم صورة أنا عمل لها زوم. دي الـ MTV، دي الكاسبيس، دي النيكلياس. دي برضو واحدة، ده واحد من الايزوسومرز ماركر. نفس الفكرة، الدوتس دي الـ MTV، دي النيكلار ستين، دي الماركر هنا merge of all of three laser beam or canal. بالنسبة للترانسكريبشنال بروفايلينج، بعمل كولكشن للبلوت في باكس جين. هو طبعا هي يعني الباكس جين دي ممكن تخلى لي الـ RNA لزمن طويل جدا. بعدين بستعمل RNA extraction kits جاي من نفس الشركة. بعدين بعمل لها sequencing وanalysis. لسه نحن في النيجوشيشن بتاعتي عشان الشركة هتعمل لنا الحاجة دي. ف through that time جاتنا شركة عملت لنا عرض، هي هتعمل الحاجة دي for free، عملت collaboration معانا. شركة اسمها Filamatics، شركة أمريكية. هي فكرة الشركة إن هي بتصنع أجهزة، فمحتاجة عشان تصنع أجهزة محتاجة لي داتا، والداتا دي هتجيبها من وين؟ هتجيبها من الكلينيكال ترايل. فهي هتقدم لنا الخدمة إنه تعمل لنا السيكونسينج for free مقابل إن هي تشير الداتا دي معانا. هنا حوريكم واحدة من البابلش بيبر اللي أنا عملتها، هو بروتوكول فور سيستميك ريفيو. وفي النهاية يعني my acknowledgement للتيم بتاعي، أكيد للستاتين تي في وللين كومباني، دي شركة ألمانية هي اللي بتعمل لنا داتا مانجمنت، هي جابت لنا الفند وكده. ولفرانك برومبخ اللي هو بيخلينا إحنا جزء من ICGEB، ولإنفلاماتيكس للفندنج ايجنسي، للIDM والSOT. وما بقدر يعني to finish my presentation من غير ما أوريكم part of the beauty of Cape Town. فشكرا لكم دكتور نادر. شكرا لك، نحن مستمتعين حقيقة بالadvanced technique، ورجحتيني حوالي 6 سنوات لنفس التيم جروب في السويد شغالين بنفس البارتي والأجهزة، مع إنه ما كان بيشتغلوا يعني شغل بتاع بارت بتاع اللي هو كلينيكال ترير، لكن كان الورك إنه نحن الإينات إميونيتي ده الهايبوس بتاع الجروب كل ما نقويها هي البارت بتاعت الديفنس الأول في الديفنس أجينست التيبي يعني. ومن ضمن يعني اللي هو عملنا زي بارت بتاع ديسكفري لأنيو أسي على أساس إنه يكون معرفة أثر التي بي داخل خلايا الماكروفيج. الحقيقة كنت دارك يعني البارت المهم اللي هي أنا متأكد هتكوني واجهتي مثلي، اللي هي البارت بتاع السيل كلشر، لأنه يعني إحنا عندنا مشكلة عامة في كل المؤسسات والجامعات وضع السيل كلشر والتعامل معه، وخاصة دار انفيرمنت المعين وكده يعني. فكنت الحتة دي داير منك يا دكتور سليمة تشرح للناس عملية البريبريشن تصورة السيل كلشر والايسوليشن بتاعه والبساجين والخطوة بتاعت المالتيبلكس انفكشن، سواء كان I1 أو I10
دورها وأهميتها لعملية الفاجوسايتوزيس. دكتور نادي، سؤالك الأول عن السيل كلتشر ده أنا أجيتيت، لكن سؤالك الثاني ممكن تعيده ليا؟ هي البارت بتاعت الـ 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 اللي هي المالتيبلسيتي انفكشن اللي أوكي. هي ام ايوه كيف أوكي. العمليه ام او اذا اي سمحت ام او اي يو ام مين؟ ام او اي أوكي يس أوكي طيب. والله السيل كلتشر دي كانت موضوع يعني مو يعني استهلك مني طاقات كبيرة جدا. كتر خير اليوتيوب دخلت على كمية من اليوتيوب وحضرتهم عشان يعني عشان توريني أنا أقدر أتعامل كيف. فكان في كمية من الفيديوهات الظريفة جدا، حتى لما دخلت الأول وبديت أعمل في كم حركة كان الكو سوبرفايزر معي لأنه هو بيساعدني في البنش وورك، قام قال لي يا سليمة أنت عملتي قبل كده اشتغلتي مع السيلز كلشر كده. طبعا جيت ما أعرف أقول لي أوكي أي ولا لا، قلت له لا. قال لي طيب ليه بتعملي يعني ليه قادرة تتعلمي ليه قادرة تتعاملي كويس؟ قلت له هو صاحباتي في السودان كانوا بيعملوا. طبعا ما عرفت اقول له انا جايبها من اليوتيوب، كنت صاحباتي في السودان كانوا بيعملوا كنت بكون معاهم، فعشان كده اتعلمت يعني بس بالنظر تعلم بالنظر. ف اوكي الاساس يعني هايلي ديليكيت ما يعني الموضوع على قول السوبرفايزر بتاعي لما جه دخل معي اللاب بيجي شايفني كان قال لي انت لما تكوني شايله السيلز حتى حركتك تكون بالراحه، يعني ما تتحركي سريع، انت بتفتحي في الانكيوبيتر عشان تدخليها وانت بتطلعي في السيلز، انت بتدخلي تحت في الميكروسكوب ما تتحركي سريع، تتحركي بالراحه بالراحه لان انت شايله السيلز. والسيلز بيطلع من من هقول لكم البروسيس اللي انا بعملها. بعد ما نعملها ايزوليشن بنخزنها في الليكويد نيتروجين، فالليكويد نيتروجين زي ما انتم عارفين 180 ماينس 180، فلما نجي اطلعها لما نجي اشتغل عليها حقيقة بجيب معي كمية من الايس بوكس طلع من الليكويد نيتروجين بسرعة مهولة دخلها في الايس واجي جارية بيها في الوقت ده لان هي ستيل بتكون جامدة، هدخلها في درجة حرارة 37 ديجري 37 ديجري ادخلها في الموية واطلعها. يعني انا ما عاوزة اعرضها لشوك جامدة من الاول، لا ادخلها في 37 واطلعها. بعمل الحركة دي لحد ما تذوب بالراحة بالراحة. أول ما ذابت بعد ده بتحرك سريع، يعني بكون أنا أصلا قريبة من البايوسيفتي كابينت، بدخل جوا حاجاتي كلها بتكون جاهزة كلها بدرجة حرارة 37، يعني كل الرياجنت أنت هتستعمله بتكون خدتيه في درجة حرارة 37 وبتكون مجهزة التيوبس بالميديا والحاجات دي. فبس باخد السيلز بتاعتي وأريحها ريلاكسيشن، بعملها سنترفوجيشن وكمية من الستيبس، وبعدين بديها ريلاكس مدة ساعتين على درجة حرارة 37 ترتاح، بعدين أجي أعملها سنترفيجيشن تاني ببطء جدا، يعني أقل حاجة من السنترفيجيشن هي يعني بنحاول نستعملها بحيث إن إحنا بس نلاقي السلسة تكون يعني ما نعرضها لشوك عالية. وما بنعمل يعني السنترفيج ما بجيف زي ما إحنا متعودين إحنا يجيف أوكي طوال حيجيف، لا 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 ده هنا بياخد، إذا أنا مشغلاه نص ساعة هياخد مني ساعة، لأنه نص ساعة دي الزمن الحقيقي، النص ساعة الثانية عشان السنترفيوج تجيب براحتها بحيث يعني whatever كانت سرعة دورانها، لأنه الصلصة حساسة للحد البعيد. أقل خطوة vortexing ساكت بيكتب لي ملايين الخلايا، فهي بجد حساسة جدا. الموضوع ده صادفة، أنا ما أعرف في السودان، أنا لما جيت السودان أول مرة كان لسه بواجه مشاكل كتيرة هنا، فمشيت سألته مشيت سألته في الانستيتيوت اوف اندمك ديسيز، قلت لهم يا جماعة إذا في someone شغال يوريني أنا أعمل كيف، لأنه أنا بجد عندي مشكلة. فأنفورشنتلي ما لقيت someone شغال في الوقت ذاك، لكن الموضوع صعب حقيقة صعب جدا. طيب بالنسبة لل MOI المالتيبلتي اوف انفكشن، فده هو موضوع بتاع calculation رياضيات تقيل جدا، أو أنا بحدد الـ MOI الـ Multiplicity of Infection، أو أنا عاوز أعمل Infection للخلية لعدد الخلايا المعين. يعني فرضاً الـ Wells بتاعي فيه 100,000 أو 500,000 خلية أو أكتر، حسب عدد الخلايا أنا بجيب الـ Concentration بتاع الـ MTB اللي هعمل به Infection. بكون عارف الاستوك بتاع البكتيريا concentration بتاعه كم، يعني انا بحدده يعني بشيل البكتيريا بزرعها في كمية من التراكيز minus 1 minus 2 او 1 2 3 4 5، بعدين اجي احسب يعني كل concentration فيه عدد بكتيريا قدر شنو، بعدين بطلع total concentration of stock حقي بتاع البكتيريا كده، بقيت انا عارف الاستوك بتاع البكتيريا
concentration بتاعكم، وعارفة أنا في الوص خدت كم خلية، فبعمل يعني موضوع بتاع الرياضيات إنه بما أنا عندي العدد الفلاني ده من الخلايا، وأنا عاوز أعمل لها infection بحيث إنه كل cells واحدة يحصل لها infection بخمسة MTB باصلاي، فالمعناه هنا الـ MOI بتحتي multiplicity of infection بتحتي بيساوي خمسة. فبعمل عمليات رياضيات حسابية كده لحد ما أطلع الكونسنتريشن اللي أنا هشيله من الستوك، والكونسنتريشن اللي أنا هضيفه للسيلز. إن شاء الله أكون جاوبت على سؤالك يا دكتور نادر. زي الكار اللي هو بيحتوي على 16 ويل، بنحسب عدد الخلايا وزي عارف نضيف التريبسين وبعدها بنبني الكراكر على اساس انه نزيل الخلايا كلها ونحط في التيوب ونعمل لها عمليه الكاونت، بيستخدموا شكل الحته بتاعت السليم. السلام عليكم. وعليكم السلام. احمد سمعتيني؟ ايوه يا دكتور. دكتور نادر صوتك بعيد. كده سامعاني؟ احمد انا ما سمعك كويس. انا سامعني يا سليمة. انا سامعك يا دكتور نادر. سامعينك. ايوه السؤال بتاع اسم السؤال سمعتي؟ لا ما سمعته. قلت لك ان احنا كنا في المساجن اثناء السيل كلتشر بنستخدم تشيكينج الانفيرتد مايكروسكوب، فكنا بنستخدم في الاكاونت كامل سبيشالي بيحتوي على زي كارد كده فيه 16 ويل، يعني ما بنحتاج زي الهيومن تشامبر نقول نضرب المربعات ونحسب. ده بالنسبه للكالكوليشن للسيلز ولا للكالكوليشن للسيلز؟ لا لا للسيلز ذاتها. اوكي. فكان بنستخدم سبيشال تايب منه ونستعمله ونعرف الحته زي دي انتوا بتستخدموا شنو هنا؟ طيب احنا عندنا طريقتين للسيل كاونتينج. في الطريقه العاديه القديمه اللي هي المانيوال، بتشيل 10 مايكروليتر من السيلز معاها 90 مايكروليتر، يعني 1 in 10 معاها استين، وتخدها تحت الميكروسكوب وتشوف الخليه اللي بتظهر لك النوكليس حقتها زي الشغل بتاع الوايت بلاد سيلز اللي احنا بنعرفه الزمان ده. دي حاجه الثانيه والموست كومن واللي بيستعملها معظم الناس، وانا مرات لما اسهج من المانيوال ده بمشي على الجهاز اللي فوق. هو عندنا سيل كاونتينج ماشين، هي الجهاز صغيروني نفس الشامبر ده لكن حاجه كده ديزوزبل، باخد فيها نفس الحاجة ديكا بدخلها جوا جهاز فلوريسن، بكون أنا عملت ستيننج للنوكليوس إذا كانت ديد سيل بيوريني ليها بيديها كلر، وإذا كانت لايف سيل بيخليها بشكل معين، فبيحسب لي ديل وبيحسب لي ديل وبيديني الريزلت. سيل كاونتينج ماشين. طب بالنسبة للراندومايز بتعملي كيف في الاكسبيرمنتال بتاعتك، يعني بتاعت الكلينيكال الراندمايزيشن؟ طيب ما البيشنتس بندخله على البيت سي تي سكان، الجهاز اللي شفناه ده، اذا كان كميه الفلوريسنس عاليه جدا ده معناه يا حندخله جروب بي او سي. اوكي انا بالنسبه لي انا شخص ستيل ناو بلايند، ما حيوروني الحاصل، يعني بيعملوا لي ان بلايند بعد زمن طويل، لانه عشان انا اشتغل على سامبل وانا ما عارفه انه هو اخذ اتروبستاتين ولا ما اخذه، لانه انا هشتغل في اللعب. الموضوع ده بيعملوه في 2 اور 3 بيرسونز هم مسؤولين حاجه، حتى السوبرفايزر دائما المفروض ما يكون عارف، يعني وينو البيشنتس اللي هياخد اتروبستاتين وينو اللي هياخد البلاسيبو، عشان ما يكون في يعني ما يكون في مشكله كده، احنا بنكون متاكدين انه الكلينيكال ترين ماشي صح بحيث احنا ما عارفين حاجه. نعمل unblind في النهاية، لكن الراندمايزيشن هيحصل according to the PET CT scan. إذا كانت الستاندرد uptake value أكتر من 200 هو بجروب B or C، إذا كان أقل معناه هو زول healthy ما عنده sign بتاع recurrent TB infection، فده بنخليه في arm A. بالنسبة للماركر يعني بيبست إنه تستخدمي، لأنه عندنا جروب هم معانا في جامعة لينشوبينج بيشتغلوا بالماركر دي بتبع شركة اللي هو تحت اللي هي بنظام الماركر عن طريق الفولوسايتوميتر،
فلوس فهل السويتر. ممكن فهل في إمكانية إنك بعدين تغير الماركر اللي عملتها بالفلورسنت أو ممكن فوق الميكروسكوب بالفلورسيتوميتر ماركر؟ ممكن يس ممكن ممكن الفلو يتعمل بس الفلو عشان ما حيديني ايمج واضحه زي دي. يعني انت لو لاحظت انه انا شايفه لا الخليه صح. شايفه جواها الام تي بي، هناك بيديني لها بشكل بتاع جراف يعني بس كده بلوتينج، ما في حاجه واضحه، لكن هنا انا بشوفها بعيني وبقدر احسب يا تو بكتيريا دخلت جوا السيلز يعني السيلز الانفكتد وانفكتد بكم بكتيريا، والفلورسن طالع منها قدر شنو، والكولوكاليزيشن كوفيشن بحيث انه البكتيريا افرزت او كانت السبب في وجود ماركر قدر كيف. حتى الكولوكاليزيشن كوفيشن بمعنى التصاق البكتيريا مع الماركر دي بتتحسب برضه. بعدين في المين فلورسنس انتنسيتي اللي هو بيحسب لنا قدر شنو في حصل اشعاع. يعني انا في حالتي دي، في الحاله اللي وريتكم ليها دي، هو انا حاسب الكولوكاليزيشن كوفيشن عندي ازرار صديق بحسب فيهم المين فلورسنس انتنسيتي، بحيث انا ما محتاجه اعرف التي بي يعني الباس لاي اتسلف هي عملت كل يعني كانت قريبة من ياتو ماركر. نحن بالنسبة للبابلي سيف بنستخدم تقريبا في الفلوريسنس جهاز اسمه بروميجا بتاع اوكي كالسين. كالسين يعني هو بنعمل بيه بليزر اليلايزر بتوزع فيها الخلايا وبندخلها في جهاز تبع شركة بروميجا أمريكي، وبتنت يعني جهاز بيدو لي كجفت للريسيرش وكده يعني. ف ودايما البليد بتاعه بيكون بلاك، فبرضه بنشوف الكام بتاع البابيليتي اكوردنج لل، بيكون عندي كنترول بوزيتيف ونيجاتيف وبتقارن بيه واكوردنج للكالسين. واحدة من الفلوريسن داي بنستخدمها في الفايبيليتي والداي بالنسبة للسلف. خلاف طبعا الطريقة المعروفة بتاعت التوكسيستي بتاعت الام تي تي، وهي طبعا فيها مشاكل بتاعت كلورومتري. طب هل في اتجاه اني برضه تشوف في اي بعض بتاع الجين اكسبريشن على المستوى بتاع مولكيول جين اكسبريشن لبعض الجينات ولا؟ لحظة بس يا دكتور نادي، لحظة لحظة. كان في ماشين جنبي شغال فما كنت سامعك كويس، معلش دكتور نادر قول لا سؤالك ما في ثاني. مشكلة. قلت لك يعني هل برضه انك في اتجاه انك برضه خلاف الكونفوكال والاذر ماشينز يوز، هل اها ممكن تعمل برضه من ضمن الاهداف تشوفي بعض الجين اكسبريشن بالنسبه للتي بي في داخل خلايا الماكروفاج؟ ده حيحصل، ده يعني حيحصل تشتغلي بشنو؟ يعني شو ريال تايم بي سي ار او مايكرو اري او كده في حاجه زي دي؟ نحن حنشتغل RNA Transcriptional Profiling، ما يعني ما مايكرو اري، ما مايكرو اري هو بيدينا expression بتاع المايكرو RNAs، بيدينا expression بتاعها، وعلى أساسها حنحلل حنشوف إذا في special micro RNA، في special micro RNA يعني عند الجروب بتاع الأتروبوستاتين حصل له increase or decrease expression، أو على المستوى بتاع البلاسيبو إذا كان حصل له increase or decrease. بصيد ده كله في حاجة تانية دي أنا نسيت أخدتها هنا، هي الميكروبيوم جت، هما يعني حتى بنعمل collection للستولز. طبعا الكلينيكال ترايل أنت لما تكون مشارك فيه أنت لازم you have to collect samples من يعني كل السامبلز الممكنة أنت لازم تكولكت، لأنه تجمع البيشن ده في الحالة دي تاني أنت ما بتلقاه، أو لو لقيته ده موضوع صعب جدا. صحيح فبنعمل كولكشن ل blood different kind وبنعمل لهم follow up، حتى إذا كان في side effect ظهرت عليهم بنعمل follow up لل liver function، renal function، lipid profiles، CBC طبعا لازم، hemoglobin A1C إذا كان diabetic، urine stool، بنعمل biobanking، بنخزن كل السامبلز دي، بناخد الستول. و ده I think إنه في برضه company هي أو university عملت معنا collaboration، نرسل لهم الستول ويشوفوا عدد يعني الميكروبيوم ده الكونسيبت اللي كان بيقوله زمان دكتور عبد الله. ايوه هم صح. الميكروبيوم دي هم هيحددوا لنا بيها انه يا تو جروب او يعملوا لنا بريدكشن كمان انه يا تو جروب ماشي كويس يا تو جروب ما ماشي كويس حسب الجت ميكروبيوم بتاعته. سبحان الله، جميل حقيقة وبروميسينج، بالذات يعني
عملتي يعني انعكاس مشرق، لانه معظم الشغل اللي شاهدناه برا بيشتغلوا الشغل بتاع الكلينيكال تريل او الاكسبيرمنتال ديزاين، وهو معروف من الطب في العالم. وده انا افتكر يعني بارتي بتاع هوفولي يعني انك تو سكسس وتعمل لنا يعني زي ما بيقولوا نوفاليتي اوف ذس دراج، على سن يكون يشتغل سيناريا اذا ادجوفنت مع I wish. الابريفين بسين، يا رب وتاخذ ان شاء الله نوبل لوريت، يعني نوبل يا لوريت ان رب. شاء الله مع مشرفك باذن الله الواحد الاحد، تسلم يا دكتور لان الشغل نايف. الانيت اميونيتي ده شغل جميل جدا وشغل يعني بروميسنج، ويعني الواحد تحس مع اللحظات الجميله بتاعت السلايد ابتديت اراجع ذكرياتي مع التيم جروب في السويد، يعني نفس الشغل بتاع السيل كلتشر والكونفوكال والفلوريسنس وكذا. فحقيقه يعني شغل التيم ويرك هيلفول، وده يعني الواحد بيتعلم حقيقي من الناس برا انه شغل بيد واحده بتصفق ما لم يكون في كولابريشن يرفعي. أيوة وتعاون ويكون في شغل بتاع سيستماتيك. طب النظام بتاعك بتاع البي اتش دي، هل هو بنظام بتاع بس بابليكيشن زي بعض النظم، ولا برضه فيها ديفنس سيسز؟ هنا طبعا هم ما عندهم حاجة، هم انت بتعمل سيسس لكن ما عندك ديفنس، يعني بتجهز السيسس بتاعك بتديه للريفيور، هم اللي بيعملوا لك كومنت. لكن كل سنة انت بتقدم البروجريس بتاعك يعني على كوميتي عالية، هو طبعا سيميلر للديفنس اللي انت هتعمله، انت بدل ما تعمله مرة واحدة هنا هتعمله كل سنة بحيث انه انت البروجريس بتاعك. ايوه فهم بيعلقوا لك كومنت انه انت ليه عملت الحاجة دي، المفروض تعملها بالطريقة دي، يعني بيوروك انت يعني زي جايد بس بي. الوجهات اللي الأخطاء المتحدثة ايوه ايوه يعني ما كويس انك ما ملزمه بعدد من الاوراق مع الارتكلز بتاعت السي سي اس على سنك تسلم، يعني انت وان يو فينيش واخذت الهنايه ممكن طوالي انك تسلمي بتناقش تستلمي بي اتش دي، صحيح؟ يو سي تي الجامعه في حد ذاتها ما بتفترض علي اي شرط، لكن بيفترض علي شروط منه. فرانك بروبخه نمره واحد، هو ما عنده طالب هو بتخرج. الماني الماني مش كده؟ ايوه الماني من الماني النيم يس من يس الماني من الاسم بتاعه. يس اكزاكتلي. بروبخه ما بيخرج ستيودنت من غير ما يكون عامل بابليكيشن، نيفر، ما عنده كلام زي ده، ما ينفع. المشرف بتاعي اللي هو اصعب من فرانك بروبخه ده عنده شروط اخرى طبعا. هم يو سي تي بتقول اذا انت عملت عدد معين من الببليكيشن، يعني فور اكزامبل 3، هي ممكن ما تعمل ثيسيس، ما محتاج، ايوه لكن احنا هنعمله طبعا في كل الاحوال. ما شغل جميل جدا، ويعني تقنيات جميله جدا، والواحد حقيقه الشيء اللي بيصطدم بيه انه الاشياء والتكنيك اللي بيتعلمها بيجي يصطدم يعني بالواقع، بانه بتلقي كل الاشياء دي قد ما تكون افيلبل متوفرة يس او ما متاحه، فبترجعي بيحصل لك نوع من الشوك يعني. فهي ايوه الكلام انه احباط. شنو يعني، فالكلام في الاستمراريه بتاعت التكنيك والتقنيات الواحد اللي اكويرد اوت سايد كنتري يجي يطبقها على اساس انه يكون في كونتينيويشن، ويكون المستوى بتاع الريسيرش يكون بنفس السكال فولد بتاع العالم، على اساس انه لما تطلع اوراق تكون يعني مقدره المجهود وعاليه الجوده. يعني حسنا شغل الكلينيكال تريل ده يعني ما يعني شبه ابسنت في السودان، يعني لانه أيوة. عمليه التكلفه والاجهزه اللي بتعمل الاشياء زي دي، لو عملوا كيس كنترول او مرات كهر تصطدم وما قصروا، لكن الحته بتاعت كريتيريا دي لانه عندها توابع كبيره، مع مكلفة انه مرات مكلفة جدا. مع أيوة. انه الامراض عندنا يعني متاحه، يعني احنا زملاتنا كان بيمشوا مرات احيانا شغالين شغل النيتروكوكسويد وشغالين في جين اكسبريشن للنيتروفيل، كان بيسافروا اديس، عندنا كولابريشن مع مستشفى في اديس بيمشوا بيطبقوا فيها، لانه هناك في البيشن افيلبل، هنا في ميسنج البيشن، ما في هناك في يعني. ايوه فالشغل بتاع التيم ويرك حتى عندنا، يعني انا لقيت طالب السوري معايا في المنحه عمل الماجستير في معهد الامراض المستوطنه اسمه ايبا، فايبا ده عمل ماستر في الانديميك انستيتيوت هنا، قال لي بعرف فلان وفلان وانا مشيت السودان وعملت ماستر بتاع معهد الامراض المستوطنه، وجاء عامل زي نظام ساندويتش بروجرام، عمل بروجكت مشترك بين نفس الجامعه والاريا بتاعت الجامعه في اديس،
فبيجي مرات بيجمع عينات هناك بيشتغل، لأنه هناك طبعا الأجهزة حديثة زي ما قلت لك كديبارتمنت، يعني أنت زي ما قال هناك يعني كل الإمكانيات والفاسيليتيز يشوك، يعني الأجهزة اللي كنت بتسمعي بها أو بتشاهديها كلها تلقاها كله ديبارتمنت كامل، زي الكروفوكال ده مايكروسكوبات برا، الفلوريسنت مايكروسكوب برا، الفولو سايتوميتر، وأكثر من جهاز الجين اكسبريشن، وبعدين لو في اي حاجه ريسنتلي. فمرات كنا نحن زي ما بقول السوداني سكافنجر، يعني عاملين يعني اي حاجه انت بتسمعها بتكون متشوه انك لو رجعت تاني الحاجه دي ما بتلقيها. فكان اي يعني حتى الكترونيك مايكروسكوب الواحد بيعمل تاورنج فيه، يعني ما بتقول طبعا الحاجه دي ما بتمكنك انك تكوني فيري سبيشالايز، لكن بتكوني اخذتي كل الجايد لاينز عن الفكره العامه له. يعني أشوف لو في أسئلة في الشاتين أو في الفيس. الفيس ما في أسئلة. طب حنان أدي فرصة لحنان. نشوف حنان البدوي. هي بس طبعا اختيار التوقيت، لأنه الناس دائما السودانيين بفضلوا بعد العشاء يعني. العصر دلوقتي. عشان كنت في الجامعة. ما هي بس العصر ده الان مرات طبعا الناس معظمها خاصه الويك اند مرات بيكونوا شايلين التاج مرات في الجامعه. شوف هنا هنا في السلام سؤال عليكم. السلام عليكم يا هنا. اهلا سليمه بالتوفيق ان شاء الله. صراحه انا ما عندي سؤال محدد، لكن يعني عندي كومنت. اول حاجه شكرا على المحاضره الرائعة وعلى البروبوزل الجميل، يعني إن شاء الله ربنا يوفقك وتصلوا لنتائج بروميسينج. اللي هو زي ما قال دكتور نادر، اللي هو الكولابريشنز والكونكشن مع الأذر هي مهم شديد يعني. أيوة، فهو بيساعد كثير يعني. فنحن يعني بننصح نفسنا وبننصح الطلبة وكل الناس إنه يفتحوا شانل يعملوا كولابريشن، يعني سواء كان داخل السودان أو خارج السودان، الحاجة دي بتساعد كتير وبتفتح يعني. وزي ما لاحظت في بداية يعني البرزنتيشن بتاعك، أنت يعني اجتهدت في البروبوزال وكتابة الخطة البحثية وكذا، فالحاجة دي بتثبت المقولة اللي هي بتقول أي بروبوزال أو أي فكرة ناجحة أو أي فكرة اللي هي مكتوبة بطريقة كويسة أكيد حتلقى الدعم يعني. فنتمنى لك التوفيق وإن شاء الله نشوفك يعني دكتورة في السودان وخارج السودان. شكرا. الله يخليك يا هناء، كلامك والله بالدنيا، تسلم يا رب. الله يسلمك. الله يعافيك حقيقة دكتورة سليمة دايما يعني أيوة تفضل يا لا لا ما في مشكلة، بس كنت عندي تعليق. هو قريب من يعني ممكن يكون من المختبرات، ما أعرف، لكن أنت الآن في نولج عندكم كبير جدا يعني، أخذتها من السودان. ودكتور سويلي ما حس ذكرت أنها كانت في سيدني something through اليوتيوب كده، ممكن تعمل لكم آلية للفهرس النولج دي، أو تعمل آلية مثلا channel في اليوتيوب ينتشر يعني للناس دي، فبرضو يعني يكون في short notes للتفاصيل ذكرتي، فكون أفضل يعني، لأنه أنا شايف في يعني نولج كبير جدا في ذهن الزول، وطلع من حوجة فاكتسب معرض كيف وطلع تفاصيل ذكرت دكتورة سليم الآن دي كلها دكتورة أنا برضو أميس وكده. فطبعا عندنا مشكلة في السودان، إحنا ما بنعمل دوكيومنتيشن، نتكلم ممكن سهل ليه بكرة نتكلم، لكن دوكيومنتيشن صعب شديد. فالناس اللي قدرت تعمل دوكيومنتيشن عشان تقدر تفيد الناس كلها، وأنه المجهود اللي تعمله أنت فوق العظيم يعني. مجهود اللي بتعمله الآن أنت دكتور نادر ده مجهود المفروض يكون مجهود الدولة على وزارة الصحة، لكن الآن يتم من خلالك يعني مبادرات تطوعية. فنتمنى برضو مبادرات تكون يعني تأتي لها بدوكيومنتيشن. شكرا لك دكتور. والله يا أحمد كلامك صح، مفروض إحنا يكون عندنا دوكيومنتيشن للحاجة دي، يعني هي الفكرة كويسة، وإن شاء الله نحاول نسير عليها. مهندس والله كلامك صحيح،
وهي طبعا زي ما بيقولوا يد على يد بتجمع بعيد يعني مشاركه تلف. دكتور نادر شبكتك شكلك عامل يا دكتور، الشبكة شكله عنده كعبة مش أسلمة. أنا الكلام اللي هو قاله ما سمعته حقيقة. شبكته كعبة، فأعتقد أن وصل مرحلة عادات وتقاليد الإنترنت في السودان. والله يا دكتور سليمة، طبعا إحنا بنعتبر إنه حس ذاته كونه يعني لما يدونا على اساس انه يعني نحكس خبراتنا والحاجات اللي استفدناها من دكتورة سليمة. نعم. طبعا الانترنت عندنا في السودان بيوصل مرحلة معددة ويقوم بيطلع بدخل الزر الثاني، فما في مشكلة، لكن بتمنى يعني عشان الثمرات بتاعتكم توتي كلها، يعني التطوير بتاع الدوكيومنتيشن بتاع الحياه صراحه. انا ما خريج هندسه، سوري، ما خريج مختبرات طبيه، كنت استفيد لانه البروسيس اللي اتبعتيه انت نفس البروسيس بتتبعه انا في هندسه، نفس البروسيس بتتبعه شخص ما، فهو البروسيس الالجوريزم بتاعت المتبعه منك هي نفس البروسيس، فالدوكيومنتيشن ذاته بتستفيد منه يعني اجيال اخرى يعني تستفيد منه، وبكون يعني ان شاء الله نعتبره انه يعني صدقه جاريه ان شاء الله. ان شاء الله يا احمد، لا حاخذ كلامك ده في البال ان شاء الله، ونحاول مجتهدين احنا نعمل حاجه زي دي ان شاء الله. اما غريب ترى النور في مساعدتك، لكن ان شاء الله السلام عليكم. يا دكتور نادر شكرا لشبك عندك، انا حكومك في الشير من سليمة، حكي منك الشير. تمام. يا دكتور نادر الشبكة عندك تقريبا سيئة يعني بجد. اوكي خلينا نرجع له، انت رجع عليه وخليه يبي تو ريكونكت. ما كان نقدر دكتور، اكتب في الشات الصوت بيقطع عندنا او عندنا. كده سامعني؟ كده سامعني؟ احمد النت اللي عندك. انت دكتور نادر الشبكة عندك انت كعبه لزمن طويل، نحن يعني ممكن 10 دقائق احنا ما سامعينك انت بتقول في شنو. والله مشكله هسه معلش تشوفي لنا كلام ثاني، تشوف المعاناه بتاعتنا. انا حقيقه يعني بحكي عن ببرر للدكتور احمد، يعني مرات الحاجه اللي بتحبطك شنو، انه هناك بتلقى يعني في المنحه الخارجيه ما بعينه للاكوايرد الانفورميشن اللي انت جايبها، كونك انت ما بتعرف شيء دي نو بروبلم. سامعني؟ ايوه سامعك. ايوه سامعني. ايوه فالعبره بانك انت ابتديت جيتم تعلم موضوع الكولابريشن. انا اول حاجه بعلمها لك، يعني انا اتذكر حكيت القصه دي لسليمة، فكنا قاعدين ومعانا في تيم معانا في من الكولابريشنز، واحده من دوله، واحده من دول المانيا دي، وبيتكلموا عن هو المشرف مع عن الكونفوكال مايكروسكوب. الوقت ذاك لاول مره زي ما حسيت سليمة عرضت الجهاز، اول مره اعرف في جهاز اسمه كونفوكال مايكروسكوب، يعني كانت بالنسبه لي زي الشوك. فقلت لين يعني انت وات دو يو توك اباوت، يعني وات از كونفوكال مايكروسكوب، وانا جاي اداب لي اسبوع يعني. فقام قال لي يا اخي، لانه هم شغلهم كله قلت لك شغل بتاع يا سليمة انيت اميونيتي، فقال لي يو دو نوت نو ناثينج اباوت كونفوكال مايكروسكوب. قلت له والله ريلي اي دو نوت نو ان ايفن اي دو نوت تيتش اباوت ذيس انيثينج. فقال لي دي يا اخي ذيس ا بروبلم. انا طبعا قلبي كان دق نقول المشرف ده قوم يرجعني كونفوكال مايكروسكوب، ما عارف قوم يرجعني البلد. فعندهم الموضوع ايزي، انك انت يو ار انترستد حتى لو انت ما نو الحاجه دي، طالما داير بيوسعوا لك كل السبل لانك تتعلم.
بعد ذلك بتلقى من غير ما 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 يعني بتبقى بي فيدباك بانه بتبقى مسؤول انت عن تعليم اي زول تاني يجهل الحاجه دي. ايو يجبروك اجبار بطريقه علميه انك تدعاوى مع الاخرين البيو، لانه عندنا طلبة الطب بتاعنا الانترميديت كان بيو بيشتغلوا مع بعض البروجكت بتاعنا البي اتش دي، بنجي نعمل علينا عروضات، فالزول الشخص اللي بيكون انترستد بيجي بيشارك معاك في البروجكت حقك، ودي طبعا مفقوده حلقه الوصل هنا عندنا بالنسبه لنا في الجامعات، لانه اساسا معظم البي اتش دي والماستر بتسجل في السودان ما عندهم الافيبيليتي، يعني هناك انت الطالب متفرق عندك مكتب يا باشمهندس احمد وقاعد مع المشرف، الطلبة الماستر برضو قاعدين في اللاب، ففي كوميونيكيشنز بيكونوا عارفين الدائر شنو يعني والكولابريشن شنو. فحلقه الوصل دي هنا انه الاستاذ الجامعي اساسا ما قاعد بيكون لافي زينا من جامعة لجامعة، تدريس إشراف امتحان ما أعرف شنو، فما عندك إنت استقرار أساسا، ما عندك لاب بتاع ريسيرش عشان ما تخلق بيئة علمية تساعدك في النهوض بالمستوى العلمي. حتى الحيري في طلاب ما بتاعنا البي اتش دي بنعتمد أنه الطالب ده والله عنده فند، عنده دعم مثلا من قبله شخص مغترب ممكن يدفع الماتيريالز والمواد، لكن حتى الشغل لما ينشر أو كذا برضو ما بالمستوى زي الباط بتاعت ذكرت دكتور سليمان، شغل بتاع كلينكتير دار فولو اب، دار الطالب يكون موجود عندك اكسسبل، اللايبرري متاحه. يعني واحد من السويدين اللي بيقول لي يا اخي اسمه هنريك بتاع بوز دكتوريه، قال لي يا اخي انتوا هناك بتنشروا كم؟ قلت له والله لو في السنه نشرنا ورقه نكون نحن يعني قمه النشاط والاكتيفيتيز. فنحن عندنا حقيقه لاك بتاع سيستم يا احمد، حتى انتوا كمهندسين ككده. يلا يا دكتور انا كنت بعد انا ما ذكرت في البدايه انه اصلا التسلسل ده المفروض يكون من الدوله وزاره التعليم العالي مع تعاون مع وزاره الصحه مع يخلق البيئه مع كل الوزارات اللي فيها هنا مع مركز البحوث القومي، وتنزل مستوى الجامعات والمؤسسات التعليميه، تنزل المستوى الادنى يهول التربيه والتعليم وهكذا. هو اصلا الاستراكشر بتاع السيستماتيك عندنا المؤسسيه احنا عارفين في لاك هنا كبير جدا، لكن احنا ما ننتظر انه وقت الليله يتعالج حتى احنا نجوه. الان احنا المبادرات التطوعيه دي هي بتغير المجتمع، والمجتمع هو بغير الحكومه، والحكومه هي بتغير البلد. فهنبدا من بوتوم تو اب، يعني ما نبدا من اب تو بوتوم، يعني النظريه بتاعت التغيير بتبدا من التحت لاعلى، ما ننتظر من اعلى لاسفل. طبعا دي نظريات كثيره، لكن احنا نتمنى انه تجارب. والله يا دكتور انا مبسوط تماما، انا ما متردد بيها، لكن مبسوط تماما اني احضر معاكم المحاضرات دي. الله يسعدين، احنا ذاتك بوجودك يعني سعيدين بوجودك. انا لدرجة انا ممكن اكون قاعد 3 ساعات 4 ساعات بحضر. الله يبارك فيك. لكن بتحسر انه الماتيريال دي غنيه جدا، الكونتنت ده ضخم جدا وجميل جدا، فعشان كده بقول الدوكيومنتيشن حاجات كثير احنا عشان نستفيد منه اكثر من الاستفاده البسيطه دي. فانا بالعكس انا عارف المشاكل، يعني انا استاذ برضه في الجامعه دكتور، وعارف نعم. المشاكل الجانبيه نعم، عشان كده قلت لك انت برضه في جانب الهندسه برضه بتعانوا نفس المعاناه، يعني في النهايه سيستم عام. انا استاذ انا محاضر وعندي مكتب، كده سيبك من يكون الله دي مشكله والله. فاحنا طبعا جوانب كثيره يعني نتكلم عنها حاليا، احنا كمبادرات ما ديسيجن ميكر ما بنقدر نتكلم في وط يعني الحياة المفروض نعمل شنو، لكن بنتكلم في المبادرة بتاعتنا نعملها دوكيومنتري نوثقها بشكل كامل، لا عشان وقت اي الزول يجي يدرس منها يعرف يعني ويعني يستفيد منها كيف، وباقصى استفادة ندي باقصى امكانية. و ده حقيقي. فاحنا نحاول بس نكون احسن من الـ المبادرات اللي بتكون فقط اعمل مبادرة اتكلم وانتهى الموضوع وامشي. لا احنا عندنا دوكيومنتري تكون قاعده وصوت، يعني احنا ممكن في ميبي نعمل مقالات ارتكلز عن الحاجه اللي حصلت بالشير النولج اللي حصل ده، وممكن نطلع بيبرز من الكلام اللي بنقول ده كله. ده حقيقه، ده حقيقه. انا بس قلت لك مرات يعني الشغل، يعني انا متاكد يعني سليمه دي لا قدر الله لما سكت لها بوست دكتوريه وجات راجعه على السودان حتكون زي الوضع بتاعنا نحن، حتضطر الى شنو بدل هي تعكس النوليدج والريفليكشن بتاعي. يعني انا مثلا في المشرفين تعلمت حاجه جميله جدا، انه المشرف بتاعي مثلا حاجه بسيطه جدا وتقني ما محتاج تكلفه،
زي ما انت قلت التغيير بيجي من الانسان. فلقيت انه مشرفي ده انا طالما قاعد جنبه في المكتب ما حصل يعني واحد من الطلبه بتاعينه المعانا ماستر ستودنت او بي اتش دي بيجي بيسال يقول لك المشرف ده وين. عامل لي سبوره صغيره شفتها بتاعت الاطفال بتاعتنا دي بيكتب فيها انه والله من الساعه كده حيكون في الحته الفلاني من الساعه كده الحته الفلاني. طبعا ما شاء الله استفدت من النولج دي وجيت اول حاجه كنت رئيس قسم وقمت قلت اطبقها. فبتذكر يعني بدون ذكر اسماء فواحد احترض قال لي شنو يعني تقال نفسك خواجه يعني قاعد في السويد دار تعمل لنا فيها الوضع منظم وكذا. من الطرائف اثر الحاجه دي واحده من الخالات اللي هي الماسكه المطبخ في البوفيه بتاع الجامعه قلت له والله يا دكتور نادر اي زول بيجي ما بيحتاج يسالنا دكتور نادر وين لانه خدت لي سبوره صغيره يعني ما انسى وكون كاتب فيها بالماركر حاجه مبسطه جدا انه والله المواعيد بتاعتي الليله الاحد الاثنين الثلاث حكون ما موجود وده تلفوني يعني ان يعني مثلا احنا في الجامعه الاسلاميه المشوار بعيد جدا يعني المسافه انت عارفها بعيده جدا في الفتحاب يلا لما زولي ايوه زول لما يجيك هناك وما يلقاك ويقعد يفتش والله دكتور نادر ده وين وهل حيجي ما حيجي لما يقرا الهايت لايت بره في السبوره بتاعتك افتكر ده بيقوده لانه توفرت له زمن وممكن يكون كوميونيكيت وزيو باي تليفون. ده حاجه بسيطه يعني انا بتكلم ليك ان احنا محتاجين ذاته كريسيشن غير البيهيفير والسلوك بتاعنا في المقام الاول. الجانب بتاع الاحباط اللي بذكره ليك انك انت مرات بتلقى فرص بتاع دعم يعني المشرف بتاعي انا كان داير يديني جهاز بتاع بيتني اسمه بروميج والجهاز على شنو انا اجي اعمل الشغل بتاع التي بي وشغل السيل كلشر زي اللي ابتدته سليمه هو جهاز على اساس انه بيعمل لك فلوريسنس وكولوروميتريك وبيشتغل البارت يعني ثلاثه بارت منه لكل السيل كلشر. فتخيل الامكانيه بتاعت انك انت الجامعه تتنفض تقول لك خلينا نقدر على جماركم ما ديل ما يقولوا لك والله نحن ما عندنا قضيه بك عرفت كلامي. فانت بتلقي انك شنو انت داير التغيير وداير تبني فيلد بتاع ريسيرش وداير تعمل كولابريشن لكن للاسف بتجي يعني زي ما قال السليمه يعني احباط. وسليمه دي اتذكر من الطرائف كانت برضو في منحه كده يوم اتصلت على لقيتها محبطه شديد وما في كذا فالحمد لله نصحتها واتكلمت معها كلام شديد قلت لها ما تياسي مع انه احنا زي ما قال يعني الوقائع والحاجات اللي حوالينا كلها مرات تعمل لك احباطات لكن دائما اقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل من فيك فدائما احنا نتفائل لخير ونامل انه في يوم ما ان السودان يتطور على يدينا احنا كل الشباب الريسيرشر والباحثين السودانيين والعمل التطوعي ينصف في إصلاح البلد والتغيير. وشكرا لكم كثير وأعطينا عليك يا دكتور سيمنا وأعطينا عليك يا دكتور أحمد يعني. يعطيك العافية. الله يبارك فيك الله يسلمك. الله خير إن شاء الله. الله يبارك. أكبر من المجتمع أنا عط يعني إن شاء الله ربنا يغدر إحنا ننهي اللايف دكتور وإذا عندك. إن شاء الله. ليما أو دكتور نادك عندك أوهين. عندكم حياة ولا أنهي طوالي؟ لا لا خلاص شكرا لك يا سليمة شكرا لك يا حناء الله يبارك فيك يا سليمة جزاك الله خير الله يبارك